معظم جيلي قرأ كتاب قليل أو ضمنه، ذلك الكتاب القصصي والروائي الذي ترجمه إلى العربية ابن المقفع. في آخر الكتاب كانت هناك حكاية الحمامة والثعلب ومالك الحزين. لا أدري ما الرابط بين تلك الحكاية وما يحدث في السودان، ولكن هنالك شعور داخلي قوي يدفعني للمقارنة بين الرواية وأحداث السودان. جهز لك فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وخلينا اليوم نتكلم عن أحداث السودان. وبما أن معظم منصات التواصل الاجتماعي عندها مشكلة مع المحتوى العربي الداعم لفلسطين وأيضا الأحداث العربية، أتمنى أنك تشترك، فعل زر التنبيهات، لايك، وشارك المحتوى مع من تحب. خلينا نسأل نفسنا، إيش اللي يصير في السودان؟ حاول تجاوب على هذا السؤال. بحثت وبحثت وبحثت، وكالة الأنباء السودانية، منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والكثير من المنظمات، حتى أطباء بلا حدود والبعثة النرويجية. لكن للأسف آخر تحديث كان في 18 ديسمبر 2023، وإحنا اليوم 25 ديسمبر 2023. السودان وقع ضحية للإغراق المعلوماتي. تركيز الناس على أحداث غزة، وغزة تستاهل. أنسى الناس الوضع القائم في السودان منذ حوالي 8 أشهر. شخصيا كنت أتابع برنامج زول كافيه على أساس أني أنا أشوف إيش اللي يصير في السودان، بس بما أن البرنامج توقف وراح يرجع على نهاية هذا الشهر، صار الحصول على المعلومات عن السودان صعب 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 جدا. نحن نتكلم عن حوالي 8 ملايين نازح، أحداث كثيرة. جرس التنبيهات ما طلع لنا إلا لما تم التحدث عن اغتصاب النساء، وحتى لما بحثت في هذه القصة للأسف ما في معلومات مؤكدة، وللأسف إنها مجرد طرطش كلام. أنا لا أنفي القصة، بس في نفس الوقت ما قادر أثبتها، وبين الإثبات والنفي شاسع كبير. وعلى أساس إن إحنا ما نأخذ الناس بالظن، أدعو الجميع للتحقق من كل المعلومات الواردة. في اغتصاب، الأحداث السابقة تقول أيوة من الممكن، بس إيش اللي جالس يصير في السودان؟ ليش انشغلنا عن السودان؟ هذه مش من المرة الأولى. الناس تغافلت عن أحداث سربنيتشا في البوسنة والهرسك في منتصف التسعينات، لأنهم كانوا مشغولين بأشياء أخرى، وانشغلوا عن مأساة الإيغور لأنهم كانوا مشغولين بأشياء أخرى، وانشغلوا عن أحداث دارفور لأنهم كانوا مشغولين بأحداث أخرى، وانشغلوا الحين عن السودان لأنهم بكل بساطة مشغولين بغزة. وحتى غزة الناس راح ينشغلوا عنها لولا ان احداثها كانت اقوى من احداث اوكرانيا وحربها مع روسيا. في قصة الحمامة والثعلب ومالك الحزين، الحمامة تمثل الشعوب، مغلوبة على امرها، بسيطة، تفكيرها ابسط. الثعلب يمثل الساسة، يملكون المكر والدهاء. أما مالك الحزين في قصتنا فهو يمثل السودان، ذلك البلد الحزين، سلة غذاء العالم الذي يقتطع من أجزائه شيئا فشيئا، بلد الحضارة اللي معظم الناس ما يعرف أنه أكثر بلد في عدد أهرامات في العالم، وأن الأهرامات اللي موجودة في مصر هي امتداد لأهرامات السودان. بلد ضارب في العراقة والقدم والتاريخ، بس للأسف لما يوسد الأمر لغير أهله
فهذه هي النتيجة. مثل ما ندعو لغزة، من المفترض أن ندعو للسودان وأن يحفظ أهلها وناسها وأرضها وسماءها ونيلها وبحرها. وعلى طاري بحرها، السودان تطل على البحر الأحمر. بورت سودان موجود على البحر الأحمر، على الساحل الغربي للبحر الأحمر. والأحداث الحاصلة الآن في باب المندب بالتأكيد راح تأثر على السودان بطريقة أو أخرى. التجيش الحاصل في البحر الأحمر راح يأثر زيادة وزيادة على السودان. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، راجع المراجع الموجودة تحت وشوف الأرقام، وحاول مثل ما تدعم المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية أن تلتفت لإخوانك في السودان.